اهلا بيكم في قناتنا. النهارده باذن الله هنتكلم مع بعض على شنطتنا الجديده، تستحق ان احنا نتكلم عليها. قبل ما نتكلم على الشنطه، اسمحوا لي اطلب منكم ان اللي ما اشتركش في قناتنا يا ريت يشترك، ويا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، لان انتوا دايما هتلاقوا عندنا ان شاء الله الجديد. ويا ريت تحاولوا تساعدونا ان احنا ننشر قناتنا وتوصل لاكبر عدد من المتابعين من خلال الشير واللايك علشان الكل يستفيد. واتمنى ان انا اكون قد المسؤوليه وان انا اقدر افيدكم فعلا في شغل الخرز. ويا ريت لو حد عنده اي سؤال او استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيس ام اند اس فور كروشيه، او على قناة اليوتيوب اللي برضو ام اند اس فور كروشيه، في اي تحت اي فيديو يكتب اي كومنت، واحنا بنتابع الكومنتات وبنرد عليكم. وما نطولش عليكم ونبتدي مع بعض نتكلم عن شنطتنا اللي قلبت الفيس كله ومواقع التواصل كلها، وكل اللي بيشتغلوا في الخرز كانوا بيتكلموا عليها، وكان ليها اسم على الفيس مسمينها تقريبا ديسكو باج. في صاحبة الشنطة اطلقت عليها ديسكو باج. النهاردة معانا الديسكو باج، زي ما انتم شايفين سهلة بسيطة وما فيهاش اي مشكلة. ده شكلها، وده مكان السوستة، بس انا ما ركبتش السوستة، قلت اركبها معاكم بقى ان شاء الله في الفيديو اللي هنعرضه مع بعض او هتشوفوه معايا على القناة باذن الله. الشنطة محتاجة شرح كتير، الشنطة فيها شغل كتير، بتاخد وقت كتير، فمش هقدر للأسف ان انا انزلها على فيديو واحد. انا ما بحبش الاجزاء في الفيديوهات، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم المعلومة في اقصر مدة وباكتر طريقة سهلة وممكنة، واعتقد ان انتوا لاحظتوا كده في اغلب فيديوهاتي. بس للأسف الشنطة دي علشان فيها شغل كتير جدا وفيها تركات كتير جدا، فانا مش هقدر ان انا اعملها في فيديو جزء واحد. فبإذن الله هحاول اوصل لكم كل التركات والمعلومات اللي تخصها في فيديوهين، هيبقى الفيديو جزئين ان شاء الله. هينزل جزء يوم السبت الجاي والجزء الثاني يوم الحد بإذن الله. اتمنى ان انتوا الفيديو ده توصلوه وتعملوه شير ولايك في كل الجروبات المهتمة بشغل الخرز ولكل اصحابكم المهتمين بشغل الخرز، علشان يوصل لاكبر كمية من الناس ويقدروا يستفيدوا ان شاء الله من الديسكو باج وطريقتها ويعرفوا الطريقة بتاعتها. شنطتنا سهلة، بس لا تندرج تحت بند المبتدئين، يعني اللي هيقدر يعمل الشنطة دي لازم يكون فاهم في شغل الخرز، ولازم يكون اشتغل قبل كده وعارف احنا بنتكلم في ايه، لان انا زي ما قلت لكم ان هي فيها شغل كتير. فانا هاجي في بعض الاجزاء هقول ان احنا هنعمل الجزء ده بالطريقة دي، ومش هكمل الطريقة دي قوي للاخر، لان انا عارفة ان اللي بيشتغلوا في شغل الخرز هيبقوا عارفين ازاي يكملوا. هاجي في مثلا جزء معين بشتغله كذا دور فوق بعض، فانا هشتغل دور واحد وهقول لكم هتكملوا كذا دور بالشكل ده. فاللي هيقدر يتابع معايا هو اللي هيكون ليه في شغل الخرز واشتغل قبل كده. فعشان كده بقول ان هي هتبقى صعبة بالنسبة للمبتدئين. مفيش طبعا حاجة صعبة، ولو مشوا ورايا، حتى لو مبتدئين لو مشوا ورايا بالخطوات بالظبط ان شاء الله هيقدروا ينفذوها، بس هتبقى بالنسبة لهم هتاخد وقت اطول، وهيضطروا يعيدوا اجزاء الفيديو كتير عشان يقدروا يمشوا بالطريقة. لكن ده لا يعني ان هي صعبة ابدا، ولا يعني ان هي
غير قابلة للتنفيذ، نفذناها والحمد لله. الشنطة تقريبا كلها طلع حتة واحدة، بنشتغل يدوبك 3 أجزاء أو 3 قطع بالظبط هما المنفصلين عن جسم الشنطة، لكن والبقية الشنطة كلها طالعة كلها حتة واحدة، هما يدوبك ال3 أجزاء اللي احنا هنوريها لكم، أو اللي أنا هوريها لكم في الفيديوهات إن شاء الله اللي هتنزل يوم السبت والحد. هوريكم ازاي نعمل الشنطة دي كلها قطعة واحدة مش على أجزاء، كلها هتطلع مع بعض حتة واحدة، هما بس 3 قطع بالظبط هما اللي هنعملهم منفصلين، واحنا وبنشتغل في الشنطة قطعة واحدة هنركب ال3 أجزاء دول بالتتابع علشان تديني الشيب بتاع الديسكو باج او الشنطة دي. عندي برضو ملحوظة تاني، ياريت لو هتركبي حلقات سهلة الفتح اللي هي المدورة هاتي الحلقات الرفيعة، بلاش تجيب التخينة، لان انا وقعت في الغلطة دي وجبت التخين فما دخلش في وسط الخرز، هاتي الحلقات الرفيعة، او هاتي لو هتجيبي الهوك ديت ده مقاسه مناسب وهيدخل بسهولة وسط الخرز، لكن الحلقات سهلة الفتح التخينة ما دخلتش وكانت صعبة جدا في الدخول، فهاتي الحلقات اللي هي تكون رفيعة شوية. ولو ما لقيتيش رفيعة فهنشرح برضو ازاي نقدر نركبها، بنعمل زي اكستنشن كده او وصلة بالخرز وبنعلق فيها الحلقة سهلة الفتح، كل حاجة نقدر نعالجها ونتغلب عليها. علشان نقفل الجزء بتاع الشنطة اللي هو من قدام ديت اللي هيتركب فيه السوستة او السحاب زي ما بيقولوا، هنحتاج سوستة هاتيها طويلة تقريبا 25 سنتي، اي زيادة يا اما بنقصها يا اما بندليها جوه الشنطة. وطبعا في فيديو كنت نزلته على القناة من اسبوع بيوريكي ازاي تخيطي او تركبي السوستة في الجزء بتاع الخرز ده وازاي بنخيطها فيها، نفس الطريقة اللي احنا استخدمناها في تركيب السوستة في الشنطة اللي كانت معمولة بالرباعية المقلوبة، هنستخدم نفس الطريقة في تركيب السوستة في الشنطة الديسكو. وطبعا كل ده هنشرحه مع بعض ان شاء الله في جزئين الفيديو. الشنطة بتاعتنا شنطة ثقيلة نوعا ما، هي وزنها مع بعض اهو 660 جرام، هنقول 700 جرام علشان يعني نبقى عدد مقفول، بس تقريبا وزنها 700 جرام، فهي من الشنط الثقيلة مش خفيفة، واسعة وتشيل حاجات كتير، شكلها مختلف، شكلها ظريف، جديدة. انا حبيت الفكرة، بس يعني معرفش اذا كنتوا انتوا حابين الفكرة وتقدروا تمشوا بالشنطة بالشكل ديت او لأ. هنحتاج لو حابين تجهزوا الادوات علشان نشتغلها تشتغلوها معايا بعد ما الفيديو ينزل ان شاء الله، هتحتاجوا اي نوع خرز سواء كريستال او مط او لولي او شفاف او اي بقى نوع محقون، مهما كان شكل او نوع الخرز، المهم يكون مدور مقاس 8، و هنستخدم معاه خيط صنارة مقاس 60 زي ما متعودين ان احنا نستخدم مع خيط مقاس 8. مع محتاجين سلسلة متر، سلسلة برضو هتجيبي اللون اللي يناسبك او يتناسب مع لون الشنطة، وهتجيبي يا اما 2 خطاف زي ده هوك زي ده، او هتجيبي حلقتين سهلة الفتح نفس لون السلسلة بتاعتك.
وهنجيب سوسته تمشي مع لون الخرز اللي انتي مختاراه، هتكون 25 سنتي، في حدود 25 سنتي. عايزه تجيبي 30 سنتي احتياطي وكله هيتقص بعد كده ويتظبط، مفيش مشكله، بس 25 سنتي هتبقى مناسبه ان شاء الله علشان نقفل بيها الشنطه. هستنى ان انتوا يا ريت تشاركوا الفيديو ديت وتعملوه لايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شنطتنا سهله وان شاء الله هنقدر نشرحها مع بعض بكل سهوله، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في الجزء الاول من الديسكو باك، ويوم الحد باذن الله لو كان لينا عمر الجزء الثاني. اشوفكم على خير، اشوفكم ان شاء الله قريب، مع السلامه.